إذن التمرين الأول سأواجه الصدمات للسيارة بطبقة من الكروم. نحاول كل سؤال نكسبوه ونجاوبوا عليه وناخذوا الوقت باش نجاوبوا على هذا على كل سؤال. اذا نريد من خلال هذا التمرين ان ندرس اولا طريقه كيف يتم كساء واقي السياره البرشوك ديال السياره. فالسيارات القديمه تعرفوها هي عباره ما يسمى ب ذات اللمعان، فذلك اللمعان هو عباره عن طبقه من الكروم التي تغطي ذلك الواقي، وبالتالي فهذا التمرين كيعطينا واحد المقاربة لمعرفة كيف يتم تغطية ذلك الواقي، عادة ما يكون من الحديد، ولحمايته من الأكسدة والتآكل تغطى هذا ليس فقط الحديد وإنما هناك عدة فلزات كيمكننا نقوم بهذه العملية هذه. فقلت يتم كساؤها بطبقة من فلز غير قابل للأكسدة، فليس هذه الطريقة، بل هناك مثلا هنا نستعمل الكروم. فبالنسبة للمعلبات ديال السردين فإذا فتحتها كتجبر بالداخل واحد اللون أبيض ويسمى بالحديد الأبيض، فلا يمكن أن نستعمل هذه المعلبات بالحديد بكيفية مباشرة لأنها مع مرور الزمن سوف تتأكسد ويمكن أن تؤثر على الأطعمة التي توجد بهذه، وبالتالي فهي تغلف أو تكسى بطبقة من القصدير للون ديالو أبيض. كذلك بعض الأواني من النحاس، فالنحاس هو يمكن له أن يتفاعل كذلك مع الأطعمة، ويتم ربما إلا مشيتوا للمدن القديمة اللي في هذيك الأواني الكبيرة من النحاس كتجبروا بالداخل ديالها واحد اللون أبيض، يعني ذاك اللون الابيض هو ذاك اللون ديال القصدير اللي كيمسأل اللي كيسمح بعزل ذاك الفلز او لمنع التفاعلات بين الفلز والاطعمه التي تكون فيها. اذا في هذه الحاله هذه سنعتبر ان ذاك الواقي ديال السياره عباره عن له شكل متوازي المستطيلات. اذا الواقي عنده هذا الشكل هذا، غير التسهيل تفقين لتسهيل عملية الدراسة والحساب، تفقين؟ فعنده واحد طول L، L حساب 2 متر، عنده واحد العرض بوتيت L اللي كيساوي حسب المعطيات هنايا هو 10 سنتيمتر، 10 ديال سنتيمتر. وعنده واحد الارتفاع او السمك اللي هو 5 ديال مليمتر. اذا هذا بهذا الشكل غادي ندخلوه في واحد المحلول ديال محلول يحتوي على ايونات كروم 3، ونريد ان تكسى او ان يكسى هذا بطبقه السمك ديالها هو او كيساوي 50 ميكرو متر، بمعنى اننا غادي نحصلوا على هذا الشكل هكا. سنغطي ذلك الفلز المكون للبرشوك من جميع الوجوه وبطبقة سمكها او كتساوي 50 ميكرو متر. اذا لهذا الغرض نغمر الواقي في محلول تخدم معايا المعطيات، نغمر الواقي في محلول
إيونات الكروم 3 ونطبق توتر مستمر يسمح بمرور يعطي تيار كهربائي مستمر شدته اي خلال دلتا دو تي تساوي 10 ساعات. هذه هي عمليه الكساء بفلز الكروم خلال 10 ساعات. الجديد في هذا التمرين هذا هو ان التحليل الكهربائي هي عباره عن تحولات كيميائيه قصريه، بمعنى ان هذه التحولات الكيميائيه تتطلب طاقه كهربائيه لكي تحدث. لكن في هذا التمرين كيقول لنا بان هذه العمليه هذه تتم بمردود كهربائي غادي نتكلموا عليه. المردود الكهربائي للعملية هو 95 بيني. إذن أولا نتكلم ماذا يعني المردود الكهربائي 95%. يمكننا ننظر ليه بصفة عامة بمنظور طاقي ونقول بأن إذا كان المولد يمنح الدارة 100 كطاقة 100 جول، ففقط 95 جول هي التي تصرف في عملية كساء ذلك واقي السيارة. وسنرى في سؤال لاحق ما يتبقى من هالخمسة 5% سيكون لتفاعل ثانوي، غادي نتكلم عليه في السؤال لاحقا. يمكننا ننظروا بدل أن نتكلم عن طاقة يمكننا نتكلم على كمية الكهرباء. فهذا مردود يمكن قلت بدل ما نتعامل بما أننا لا نستعمل علاقات ديال الطاقة وما يتم استهلاكه خلال هذا التحليل الكهربائي هي كمية من الكهرباء. إذا يمكن لي نقول بأن إذا كانت خلال المدة 10 ساعات فالمولد يمنح الدارة كمية من الكهرباء كو، فسوف يستهلك فقط كو فتحة من لإنجاز هذه الكساء بالكروم، وهذه الكمية كو فتحة على كو كتعطينا فقط 95% أو 0.95. سنعود لذلك في السؤال اللي غادي يجي من بعد. السؤال الأول، أول سؤال قالوا لنا اكتب معادلة التفاعل الذي تحدث عند الإلكترود، اكتب معادلة التفاعل التي تحدث عند الإلكترود التي تمكن من توقع الكروم. طبعا
طب هل انت لاخر من الايونات ديال بروم 3 نعم اذا كيف نجيب عن هذا السؤال الى طلبوا منا نرسموا العده التجريبيه التي تمكن من انجاز هذا التحليل الكهربائي او هذا الكساء نعم خصنا حوض اولا يجب ان يكون قلنا نغمر او نغمر هذا الواقي في محلول اذا يجب ان يكون لدينا ماذا حوض سأنقل الرسم لهذا الجانب شنو غادي يكون عندنا هنا لا هنا الحوض وهي ايونات الكروم ثلاث خص يكون عندنا الكترودين متفقين احدى الالكترودين غادي نربطوها مع الواقي ناخذوه هكذا هذا هو الواقي واقي الصدمات وبطبيعه الحال هذا الالكترودين خصنا نربطوهم مع مولد متفقين اذا لاحظوا لم اشير الى القطبيه ديال المولد لان هناك اسئله ستاتي فيما بعد اذا عمليه هذه ايونات الكروم 3 شنو غادي توقع هذه ايونات الكروم سعر 3 بلس غادي تمشي وتوضع على ذلك الواقي اذا الالكترود هنا السؤال الاول واش غادي نقولوا شنو هي المعادله سعر 3 بلس نميها زائد 3 الالكترونات غادي تعطينا الكروم صلب اذا السؤال كان هو غير اكتب المعادله ديال التحول التي توافق توضع الكروم على واقي الصدمات باش نسهل عليا ساشير الى هذا التحول شنو هو هو اختزال اذا هذا الالكترود او واحد وهذه او جوج هذا كان السؤال الاول السؤال الثاني هل واقي صدمات السيارة يشكل الأنود أم الكاثود؟ لماذا؟ هذا علاش سهلت عليا هنايا ملي غادي يقولوا لي شنو التفاعل اللي كيحدث عند تلك الالكترود يستحسن انني نسميه باش كيسهل عليا الجواب فيما بعد اذا غادي نقولوا بما ان التحول الذي يخضع له عمليه الكساء بالكروم فهي اختزال وبالتالي غادي نقولوا فالواقي يلعب دور الكاثود إذن بما أن التحول هو اختزال كاثودي فواقي السيارة يشكل واقي الصدمات يشكل أو يكون الكاثود Thank you.
السؤال الموالي، هل واقي صدمات السيارة مرتبط مع القطب السالب أم القطب الموجب للمولد؟ هذا السؤال ثلاثة. حدد القطب، قطب المولد، حدد طبيعة قطب المولد المرتبط به واقي الصدمات. نعم، يستحسن أنني نبدأ من التعليل. عندك الساعات نحدد. لاحظوا أن الأسئلة كل سؤال، كل جواب عن سؤال يعطيني إجابة، يساعدني في الإجابة اللي كتجي من بعد. هنا قالوا لنا شنو التفاعل، عطيت التفاعل، قلت اختزال، قالوا لي شنو كيتشكل داك الإلكترود، قلت هي الكاثود. وبالتالي الآن المرتبط انطلاقا من هذا النتائج هذه، فماذا يلاحظ في هذا الإلكترود هذه او واحد؟ شنو عندي هناك؟ اكتساب إلكترونات، بمعنى أن إذا جيت لهذا الرسم هذا وبغيت نعطي ما يحدث هنا، إذا باللون هنايا، باش ينتقل باش يوقع العملية خص يكون الإلكترونات يجيو من هنايا. إذا غادي نقولوا ما يحدث عند واقي الصدمات هو اكتساب الكترونات، واكتساب الكترونات هي كتجي من هذا القطب هذا، من هنا غادي يخرجوا الالكترونات. اذا المنحى ديال التيار الكهربائي هو المنحى المعاكس لمنحى الالكترونات، وبالتالي هذا القطب السالب والاخر غادي يكون القطب الموجب. اذا هذا القطب الموجب وهذا القطب السالب. اذا اما يمكن لي نكتب جمله، اما انني نقل هذا هذا الرسم ونديرو هنايا. القطب الموجب هو واحد. لاحظي ان ما بغيتش نستعمل قاعده جاهزه، نقول هذا هو القطب الموجب، هذا القطب السالب. شنو اعتمدت؟ اعتمدت على ما يحدث خلال التمرين. عمرك ما تنطلقي، لان احنا هنا ربما يمكن كتفكري ب الدرس السابق اللي هو الأعمدة، فما يحدث في الأعمدة هو العكس ما يحدث. قلنا بأن التحليل الكهربائي هو ذلك التحولات الكيميائية التي تعطينا التحولات العكسية لما يحدث تلقائيا. وبالتالي منين مستقبلا منين تبغي تجاوبي على القطبية ديال العمود أو القطبية ديال المولد خلال عملية التحليل الكهربائي، دائما نرجعي للتحولات الكيميائية التي تحدث. صافي، قلنا بغينا نعاود مرة واحدة أخرى باش بغينا أننا هذا الكروم 3 بلس يتحول إلى كروم ويتوضع على ذاك واقي الصدمات. طرقنا بالمنطق، إذا باش هذا غادي يجي هذه الإيونات لهذا واقي الصدمات خصها يجيو هذه الإلكترونات. كل ايون سائر 3 بلس غادي يكتسب 3 الكترونات. اذا من هذا الالكترون واحد خصها تجي الالكترونات. صافي، اذا تجي الالكترونات. حنا كنعرفوا بالنسبه للمولد دائما الالكترونات كتخرج من القطب السالب وكتدخل من القطب الموجب. اما غادي نقول تحت دخول الالكترونات من هنا ونقول بان حركه الالكترونات هي المنحى المعاكس للمنحى الاصطلاحي، ومن ثم غادي نقولوا هذا القطب السالب وهذا القطب الموجب، على اعتبار اننا نعرف من الجذر المشترك كنعرفوا بان دائما التيار الكهربائي كيخرج من القطب الموجب وكيدخل من القطب السالب. هذه هي القاعده اللي خصني نكون عارفها. الا عرفت بان التيار كيدخل من القطب السالب وكيخرج من القطب الموجب فالالكترونات عند المنحى المعاكس. صافي، اذا شنو الجمله اللي غادي نكتب هنايا؟ بما أن عند أدم تحدث الاختزال الكاثودي بين قوسين اكتساب إلكترونات،
فالقطب المرتبط بأو واحد ماذا؟ يمنح الإلكترونات، وبالتالي فهو القطب السالب. بغيت ندير شيء آخر من ذاك الرسم هنا، يمكن لي ندير ذاك الرسم، متفقين؟ إذا يمكن لي نكتب به جملة. إذا توضع السعر يتطلب اكتساب الكترونات، وبالتالي القطب المرتبط ب او واحد هو القطب السالب. بين قوسين خروج الالكترونات. نعم نردوا البال، عمري ما نعطي حكم غير هكذا كذا، هذه كاتود اذا كذا، دائما خصنا نعطي تعليل انطلاقا من ما يحدث على مستوى كل الكود. اذا نمر الى السؤال الرابع. السؤال الرابع طالبين منا اننا نحدوا رابعا، قالوا لنا حدد حجم حقيقة، فاللي طالبين منا فقط للمساعدة، أما السؤال الأصلي هو حدد كمية المادة ديال الكروم التي يجب أن نقوم باستعمالها في هذه العملية. السؤال قالوا لنا حدد حجم وكتلة الكروم ثم كمية المادة الواجب توضعها على الواقع. كيفاش جاتك الدين ديال قلتي او واحد كيخرج منها الالكترونات؟ واخا عاودت لك عاوتاني عاودت، يجب ان تميز بين جوج حوايج، بين ما يحدث على مستوى الواقي وما يحدث على مستوى المولد. هذا دخول الالكترونات للواقي اللي يعطيها الاختزال الكاثودي، منين غادي تجي هذه الالكترونات؟ عن طريق المولد اللي كيطبق واحد التوتر كهربائي اللي كيجعل حركه الالكترونات. فإلا الالكترونات وصلت لهنا، منين غادي تخرج؟ منين جاي؟ منين غتخرج؟ من هنا. هي في الاصل منين غادي يحدث تفاعل اخر هنايا. هذا التفاعل اللي هنا غادي يكون ماذا؟ سينتج الكترونات وهكذا. ما عرفتش واخا قلت لك راه رد البال، راه حنا ماشي في عمود، راه حنا في تحليل كهربائي. رجعوا للعمود، العمود شيء اخر. في واحد الالكترود هناك انتاج ديال الالكترونات، وكتخرج الالكترونات من ذاك الالكترود، وهذا غادي يكون هو القطب السالب ديال العمود. في الجهه الاخرى هناك دخول ديال الالكترونات، وبالتالي فذاك القطب غادي يكون هو القطب الموجب. دائما اللي غادي يخرجوا منه الالكترونات
هو القطب السالب واللي غادي يدخلوا منه الالكترونات هو القطب الموجب سواء. وهذا كيكون مع المولد. اما بالنسبه للتحليل الكهربائي ما غادي نقولش هذا القطب، نقول هذا مرتبط مع القطب السالب، هذا مرتبط مع القطب الموجب. ماشي غادي نقول هذا القطب السالب. ملي غادي نقول هذا قطب سالب وهذا قطب موجب راني غادي نحكم على ماذا؟ كنتعامل مع ماذا؟ مع مولد. متفقين؟ ملي غادي نقول هذا هو القطب السالب بحال الا كنتعامل مع هذا الحوض هذا انه مولد، لا هذا ليس بمولد، هذا عباره عن تحليل كهربائي او عباره عن تفاعل كهربائي قصري. نحن من نجبر هذه التحولات على ان تحدث. صافي نعاود مره واحده اخرى، شويه غادي تسوليني من بعد، شويه غادي تسوليني من بعد. شوف حنا شنو درنا، عندي واحد الحوض ديال التحليل الكهربائي فيه واحد الايونات وباغي ديك الايونات تغطى عليه على واحد واقي الصدمات باش نعرف شنو كيوقع. خصني اولا واحد المصدر للطاقه الكهربائيه، لان التحليل الكهربائي تحولات كيميائيه قصريه، يعني حنا نجبر وباش تحدث خصها طاقه، وهذه الطاقه هي من احوال المولد. متفقين؟ دابا ملي غادي نجيب مولد وعندي حوض ديال التحليل الكهربائي كنحتاج ماذا؟ كنحتاج الكترودين، وذاك الجسم اللي باغي نكسيه بفيليز خصني نختار فين غادي نربطو، واش مع الالكترود، واش هذا الالكترود اللي غادي يكون فيه ذاك الواقي او داك اللي غادي نكسيه واش مع القطب السالب ولا القطب الموجب. صافي انا عندي دابا غمرتو وعندي داك الالكترودين، باش العمليه تتم خصني نرد البال هذا الواقي خصو يتربط مع واحد القطب محدد. قالوا دابا حنا شنو قلنا؟ قلنا اول حاجه باش انه يخدم ويوقع لي التوضع خص هذه العلاقه هذا التحول يحدث، لان لو كان العكس الكروم غادي يعطيني ما غادي يوقع شي هو غادي يتاكل. اذا باش هذا يتغطى كيخص سعر 3 بلس اللي موجوده لنا تجي لهذ البلاصه هذه وتحيط بذلك الواقي وتكساس ثلاثه الالكترونات تعطيني الكروم. اذا هذه الالكترود هذه خصها قطعا تجيب لي الالكترونات، لا يمكن لها ان تنتج. الا زودت المولد وخليته ما غادي توقع حتى شي حاجه. صافي اذا ملي غتجي الالكترونات كيخصها في المولد هو الذي سيقوم بضخ هذه الالكترونات تجي لهنا. ملي غادي يجيبها من الجهه الاخرى هو يطبق واحد التوتر لاعطاء حركه ديال الالكترونات داخل الداره الكهربائيه وحركه ديال الايونات داخل المحاليل الالكتروليتيه. صافي اذا من لهنا عرفنا بان هذه اولا هذه الالكترود كتسمى بطبيعه التحليل بطبيعه التحول كاثود اختزال كاثودي. واش هي قطب موجب دائما وقطب سالب؟ لا، كيتعلق ب واش عندي عمود ولا عندي تحليل كهربائي. راه حنا قلنا ردوا البال، راه ما يحدث في العمود هو العكس فهو في التحليل الكهربائي. يمكن من بعد نشوفوا في خلال المراجعه نجيبوا واحد التمرين اللي فيه التحليل الكهربائي وفيه العمود مع بعضياتهم ويحاول اننا يبينوا لنا هذا الفرق بيناتهم كيفاش كيتم. حنا درنا العمود بوحدو ودرنا التحليل بوحدو وما بناش داك الفرق بيناتهم. راه ملي كيكون مع القطب الموجب راه كيكون التحول العكس اللي كيحدث في التحليل الكهربائي. اذا نكملوا هنايا، حنا ذاك الواقي باغي يتغطى كامل بواحد الطبقه، وبالتالي خصنا نحدوا الحجم ديال ذاك الكروم اللي غادي يغلف، وتما الكتله على اعتبار ان عطينا الكتله الحجميه هنايا رو ديال الكروم هي 7.2 غرام على سنتيمتر مكعب. عطاونا الكتلة المولية ديال الكروم هي 52 غرام مول موازن. هادو هما اللي عطاونا في هذا التمرين هذا. إذا كيفاش غادي نحسبوا هذا الحجم؟ نعم المساحة ديال القاعدة والارتفاع ديال المجسم.
هذاك الا بغيت الحجم ديال الواقع. دابا شنو غادي يوقع؟ خصنا بالواقع باللي ناخذوا هذا هو الواقع. هذه غادي تغطى وغادي تغطى هذه وغادي تغطى هذه وتغطى هذه وتغطى هذه بواحد الطبقه معينه. شنو خصني اول باش الحجم شنو هو بصفه عامه؟ مساحه في الارتفاع. اذا غادي تكون واحد هذه المساحه هذه وغادي يكون واحد الارتفاع ديال او. هذه المساحه هذه واحد الارتفاع ديال او. اذا الا بغيت ناخذ الحجم ناخذ غير المساحه بعدا اللي غادي تغطى عاد نعرف سميتو. هذه المساحه وهذه المساحه بحال بحال، هذه وهذه بحال بحال، وهذه وهذه بحال بحال. إذن اولا لنحدد استوطا المساحه الكليه، وغادي ندير هذا الرسم هذا نعاودو اللي درتو تمايا. عطوني المساحات هاد استوطا تتساوي هذه اللي الفوق اللي تحت بحال بحال، اذا هما جوج. شنو عندها؟ ال كبيره مضروبه في ال صغيره. شنو عندي اخر؟ هذا هذا شنو هذا؟ زائد هذه زائد جوج فاش ال صغيرة تاش ال صغيرة. لا هذه خديت هذه ال كبيرة ال صغيرة، هذه شنو غادي يكون لنا؟ راه اش هذه المساحة هذه شنو هي؟ هي ال كبيرة كاينة ال كبيرة فاش اش. غادي تجي أخرى، هاد الجهة من هذه وهذه تا هما جوج، جوج ديال اش ال صغيرة فاش اش. شوف هذه ال كبيرة ياك، وهذه ال صغيرة، وهذه اش. ال كبيرة في ال صغيرة جوج هما هادو. من بعد غادي نمر لال كبيرة، هاد ال كبيرة هادي و اش هنايا. ال كبيرة و اش كبيرة عندي هادي وعندي هادي، هي جوج ال كبيرة في اش صغيرة. غادي نجي لهاد الجهة هادي، عندي ال صغيرة و اش، ال صغيرة و اش و ال صغيرة و اش، إذا هي جوج ال صغيرة في اش. هادي المساحة. دابا الآن إلا بغيت الحجم، هادي المساحة وكلها غادي تطلع بواحد طبقة. هذا الارتفاع هذا الان لنفترض ان هذا هو الكروم اللي غادي ندير، غادي تعلى بواحد الطبقه او. اذا هذا الحجم هذا في توتال شنو هو الحجم الكلي؟ هو هذا المقدار هذا كامل جوج ال بتيتال زائد جوج ال اش زائد جوج ال اش الكل في او. في تبقى لنا نديرو التطبيق العددي. نعم تنقيزه كامله من هنا الاكسبونونسييل. السمك السمك بالفرنسيه ايبيسور، ايبيسور اي كومونس باغ ا او. شنو كنتي غادي تعوضنا تما شي جوج فاصله شحال هي؟ ايوا هذاك الشيء ما زدتيش على اللي قلت. يلا نعم لا درتي هذا نعم لا لا هنا انا غادي درت شحال حسبتي هذه كامله. نعم ردوا البال في الوحدات. اذا جوج ال هي جوج متر 0.1 ردوا البال الوحدات 10 سنتيمتر زائد شنو درت هنا؟ هذه راه ال كبيرة فين هنا؟ ال اش هي جوج في واحد مضروبة في اش حالية 5 مليمتر هي 5 في 10 ناقص 3 زائد ال ماشي واحد جوج. نعم جوج 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 المتر جوج في 0.1 جوج في 5 كذا زائد جوج في 0.1 مضروبة في 5 في 10 ناقص 3 الكل في 50 في 10 ناقص 6
شحال؟ جوج فاصلة واحد عشرة ناقص خمسة متر مكعب. صفر فاصلة لا عاودي حسبي بفضلك. جوج فاصلة ستة وستين عشرة ناقص 11. لا ناخذوا الآلة الحاسبة. صافي هنايا جوج مضروبة في صفر فاصلة واحد صفر فاصلة جوج مضروبة في جوج زائد عشرة ناقص اثنان في جوج هي صفر فاصلة صفر جوج زائد تسمى خمسة في عشرة ناقص ثلاثة مضروبة في جوج زائد إذا خمسة عشرة هي زائد عشرة ناقص ثلاثة مضروبة خمسين عشرة ناقص ستة جوج فاصلة واحد عشرة ناقص خمسة. إذا الحجم الكلي هو جوج فاصلة واحد عشرة ناقص خمسة متر مكعب. يستحسن أننا عطينا رو بالجرام على السنتيمتر مكعب نحولها السنتيمتر مكعب. ما ننساش ان واحد متر مكعب هو عشرة أس ستة سنتيمتر مكعب. طيب على اعتبار ان واحد متر هو عشرة أس اثنان سنتيمتر ملي كندير أس ثلاثة تعطي لينا ستة. طيب وهذا غادي يجعلني انني هذه في توتال هي جوج فاصلة واحد عشرة ناقص خمسة في عشرة ناقص في عشرة أس ستة غادي تعطيني تقريبا واحد وعشرين سنتيمتر مكعب. وبهذا الحجم يمكن لي نحدد استنتاج الكتلة. إذا استنتاج كتلة الكروم المتوضعة. إذا M توتال هي رو في توتال كتساوي 7.2 مضروبة في 21 غادي تعطينا هي 51.2 هي 51 إذا 1.51 10 أس 2 جرام. بقت الآن كمية المادة. نعم شنو هي العلاقة اللي غادي نستعملو؟ نعم ان ديال الكروم هي الكتلة الكلية على الكتلة المولية ديال الكروم واللي كتساوي هي 1.51 10 أس 2 على 52 تقريبا 2.90. إذا هذه كمية المادة ديال الكروم هي 2.9 مول. إذا كمية المادة المتوضعة من الكروم هي 2.9.
السؤال الموالي خص الواحد يرد البال السؤال كيفاش مطروح. قال لنا عبر عن كمية الكهرباء Q التي يمنحها المولد للدارة خلال المدة دلتا دو تي. أذكر غير باش لأن عطاونا في الأول ديال التمرين غير باش نذكر في هذا نذكر بالمردود الكهربائي خمسة وتسعين في المئة. إذن كيفاش تعاملوا مع هذا السؤال؟ أنا غادي نرجعوا لهاد الشيء هادي. إذا شنو الاقتراح ديالكم لحل هذا السؤال؟ هذا المعطى ديال المردود الكهربائي كيحتم علينا نتعاملوا مع كمية الكهرباء. إذا أولا شنو خصنا نديرو؟ يجب أن نميز بين كمية الكهرباء التي يمنحها المولد وكمية الكهرباء التي تدخل في التحليل الكهربائي. عادة في أغلب التمارين لا نميز بين ما يمنحه المولد مع ما يستهلك على مستوى الإلكترود. إذن أغلب التمارين كتكون هكا، لكن في هذه الحالة قالوا لنا بأن هذا التحليل الكهربائي فقط جزء من تلك الطاقة الكهربائية تصرف لحدوث ذلك التفاعل اللي هو يحول السائر تاتا بلس إلى السائر. كتذكروا في الدرس كنا تكلمنا على أن عموما في التحليل الكهربائي هناك ما يسمى بالتحولات المتنافسة، هناك مزدوجات تتنافس فيما بينها على الدخول في تفاعل كيميائي على مستوى الإلكترودين. وأذكر جوج حالات مهمة في الدرس ديالنا. أولا هناك تدخل المذيب، فالمذيب دائما بإمكانه أن ينافس المزدوجات التي تتدخل على مستوى الإلكترودين. إذا كتذكروا الدرس بدينا ما يسمى بالتحليل الكهربائي البسيط. شنو هو التحليل الكهربائي البسيط؟ هو تحليل كهربائي كنقولوا تحليل لمحلول كلورور النحاس جوج، فما ينطق هو إيونات الكلورور وإيونات النحاس، فهذا غادي تسمى بسيط لان ايونات السائل موان سوف تنتقل الى الانود وتعطينا السائل دو، وايونات السي دو بلس تنتقل الى الكاثود وتعطينا توضع ديال النحاس. مثال اخر هو برومور النحاس جوج، كذلك نفس الطريقه بئر موان ينتقل الى كذا ويعطينا بئر جوج، والسي دو بلس ينتقل الى كذا ويعطينا السي. لكن هناك تحولات كيميائية غير بسيطة. فوقاش؟ منين كيكونوا كنتظروا كنعطيو واحد المحلول معين مثلا
ناخذ كبريتات النحاس جوج، وغادي نلاحظوا بان النحاس سوف يشارك عند الكاثود، لكن اس او 4 دو موا لن يشارك. شكون اللي غادي يدخل؟ غادي يدخل في المكان ديالو المذيب، واللي خصنا نبقاو عاقلين دائما المذيب يتدخل عند الكاثود بالمزدوجه اش بلس على اش 2، ويتدخل عند الانود بالمزدوجه او 2 على اش 2. لاحظوا اما اش او 2 على او اش على اش او موا، ولكن كنقولوا دائما الماء، وغادي نكتبوا بان اش 2 على اش 2 واو 2 على اش 2. كما يمكن ان تتدخل الانود، فوقاش غتدخل الانود في التحليل الكهربائي؟ الا كانت هي واحد الفيليز معين وايونات ديالها موجوده في المحلول، بمعنى انود من النحاس وهناك ايونات النحاس، سوف تتدخل هذه الانود وتتآكل. تفهمين؟ كانت من فضه وايونات الفضه، فهذه الانود اللي هي من الفضه سوف تتآكل وتعطي توضع ديال الفضه على الالكترود الاخرى. واضح؟ وهذا اللي غادي نشوفوه هنايا. اذا شنو غادي نكتبوا في هذه الحاله؟ هذه قلت باش نرجع لماذا درت هذا الرجوع الى الدرس، هي ان في هذه الحاله هناك تنافس او هناك اكثر من تفاعل يحدث على مستوى اغلب الحالات في اغلب التحاليل الكهربائيه، فهناك ما يسمى بالتحول الرئيسي وكاين التحول الثانوي. فإلا ما ضبطش التوتر بين طرفي المولد على واحد القيم معينه، الا خديت واحد التوتر كبير، فكل التحولات المتنافسه تحدث، وبالتالي تلك الطاقه الكهربائيه التي تصرف في هذا التحليل الكهربائي تقتسم بين التحولات الكيميائيه اللي تحدث عند هذا الالكترون. في هذا المثال هذا عندنا تحولان يحدثان على مستوى الكاثود، التحول الرئيسي وهو توضع الكروم، وتحول ثاني غادي يجي من بعد غادي يقول لنا شنو هو هذا التحول هذا. صافي. اذا شنو غادي نكتب؟ نعتبر كي كميه الكهرباء التي يمنحها المولد، كي فتحة كمية الكهرباء المستهلكة خلال عملية الكساء أو التغطية، كساء بالكروم. إذا ما علاقة Q بما علاقة Q فتحة بQ؟ نعم، غادي ندير هنايا 0.95، هذا هو المردود. المردود هذا هنايا، المردود هو Q فتحة على Q كتساوي 95 ملم. ومن ثم غادي نكتب بان كو كتساوي 0 كو فتحه او كو كتساوي كو فتحه على 0.95. منين غادي نجيب كو فتحه؟ هي كمية الكهرباء، هذه كو فتحة مرتبطة بماذا؟ خلال عملية الكساء، إذا مرتبطة بأي تفاعل؟ سأل 3 بلس أكو زائد 3 ديال الإلكترونات زائد 3 أو، هذه تعطينا سأل الكروم فيليز. ومن هنا غادي نكتب بأن كو كمية المادة ديال الكروم على واحد
كتساوي كمية المادة ديال الإلكترونات على 3. ومن ثم فكمية المادة ديال الإلكترونات هي Q فتحة على F لنخلص أن Q فتحة أنها الآن ديال الإلكترونات هي 3N ديال الكروم، 3N ديال الكروم، هاد N ديال الإلكترونات هي 3N ديال الكروم، واللي غادي تساوي لنا هي Q فتحة على F، ومن ثم غادي نكتب Q فتحة كتساوي 3F N ديال الإلكترونات. وإلا عوضتها هنايا شنو غادي تعطيني؟ Q نعم 3 كمية المادة ديال السائل، نعم 3 كمية المادة N ديال السائل. وأنهي من هذه العلاقة هذه بأن هاد كو اللي طالبين مني كو كتساوي كو فتحة اللي هي 3 F في N ديال الكروم على 0.95. دابا نحاول نجيبها لهاد الجزء هذا. إذن Q كتساوي 3F هي 96500 نضربها في N ديال الكروم على 0.95. وبقى لي فقط ندير تطبيق العدد. كتساوي 3.96500 في 2.9 على 0.95. فQ تقريبا 8.10^5 كولو. نعم السؤال الموالي طالبين منا غادي يكون السؤال 7 أو 6. حدد شدة التيار الكهربائي خلال الذي نعتبره ثابتا بطبيعة الحال خلال التحليل الكهربائي. عندنا علاقة واحدة اللي كتعطينا شدة التيار الكهربائي إي كتساوي هي كمية الكهرباء على دلتا دوتي، إذن هي 8.8 × 10^5 على 10 ساعات هي 10 تستخدم في النظام العالمي في 3600 لأحول إلى الثانية وغادي تعطيني تقريبا 24.4 نقول فاصلة 5 أمبير.
فإلا تقريبا خدينا هنا تسعود فيقولنا تقريبا تسعود عشرة أس خمسة فغادي تعطينا تقريبا 25 أمبير. السؤال السابع والسؤال ما السؤال الأخير قالوا لنا 5% من كمية الكهرباء المتبقية كانت لحدوث تحول كيميائي ثانوي، ما هو هذا التحول؟ حدد هذا التحول والمزدوجة المزدوجة المشاركة في هذا التحول الكيميائي. لاحظوا أن من خلال الطرح قالوا لنا لو لم من النقاشات اللي يمكننا أن نحدثها هو أن قد يذهب أو تذهب الإجابة نحو ما يحدث في الأنود. لاحظوا أن قالوا لنا 5% من هذه الطاقة هذه كانت لصالح تحول ثانوي، بمعنى يجب أن نبقى في نفس الإلكترود ولا ننتقل إلى الإلكترود الآخر. قد يفهم أن 95% كانت بالنسبة لهذا الإلكترود وبالنسبة للإلكترود الأخرى في الجهة الأخرى. إذا من قالوا لي بالنسبة للتحول الثانوي يعني سأبقى في نفس الإلكترود الرئيسي كان هو الانتقال من السائر 3 بلس إلى السائر، والثانوي هو تحول آخر. إذا نكتب السؤال أولا هنايا، قالوا لنا علما أن 5% من كمية الكهرباء الممنوحة من المولد تصرف في تحول ثانوي حدد تحول ثانوي. وقالوا لنا تحليل او اكتبوها بتعبير اخر تدخل الماء. حدد نوع التحول والمزدوجة المتدخلة. إذن كيف نجيب عن هذا السؤال؟ إذن نقول أولا من التعليل نعطي أن نعلم ماذا؟ أن الماء يتدخل عند الكاثود ب H2O على H2 وعند الأنود ب O2 على H2O. هذه خصني نكون دائما عندي في الذهن ديالي، دائما المدير حاضر على مستوى الإلكترودين بهاتين المزدوجتين. ما عندناش في المقرر فوقاش غادي يدخل وفوقاش ما غادي يدخلش، وإن كان هناك قواعد عموما تسمح لي مسبقا بمعرفة هل يمكن أن يتدخل أم لا، لكن المقرر ديالنا الحالي لا يسمح بالتنبؤ بمن سيتدخل أولا ومن سيتدخل لاحقا. واللي خصني نعرف انطلاقا من توتر معين كل التحولات المتنافسة بإمكانها أن تحدث على مستوى ذلك الإلكترون. هذا ما دخلش عندنا في المقرر ديالنا، كيعطيونا مؤشرات
كيساعدني باش نعرف. بحال دابا هنا شنو قالوا لي؟ تحول ثانوي، ما قالوا ليش حدد التحول الذي يحدث في الالكترون الاخرى. لو كان الذي يحدث في الالكترون الاخرى حاجه ما عنديش ايونات اخرى اللي عاطيني غير سعر 3 بلس، شنو غادي يمكن لي نجاوب لو قالوا لي ما هو التحول الذي يحدث عند الالكترون الاخرى؟ غادي نعتمد على هذا اللي عندي هنا. غادي نقول بان الماء المذيب دائما جاهز للتدخل عند الالكترودين، فهو مرشح باش يدخل عند الكاثود بعد وعند الانود. الا قالوا للالكترود الاخرى غادي يكون ماذا؟ الانود. اذا غادي يتدخل بأودو على H2O، وسيتدخل أودو كمتفاعل، والناتج هو أودو ونوازن المعادله ديالو. دابا في التمرين هذا قالوا لي تفاعل ثانوي، وحنا كنا كندويو على تحول رئيسي هو CR3+. اذا سابقى في ماذا؟ في الكاثود. وغادي يكتب بما ان التحول هو ثانوي فاننا نهتم بما يحدث عند الكاثود. اذا الجواب ديالنا هنا يا اذا الجواب غادي يكون على الشكل التالي. بما انه تحول ثانوي فاننا ندرس الكاثود، ومنه حسب ما اعطيت ومنه المزدوجة المتدخلة هي H2O كيعطينا H2. فلاحظوا يمكن نكتب H2O على H2 واللي هي H بلس على H2. واحد الحاجه اللي خصني نرد لها البال، غادي يقولوا لي تدخل المذيب. عندما يقال لي تدخل المذيب فخصني في الكتابه ديالي وفي الرمز المزدوجه يكون H2O ماشي H بلس ماشي H أمون، باش نكونوا واضحين. لكن لتسهيل التعامل والطريقه اللي اعتمدناها حنا في الموازنه ديال الاكسده والاختزال دائما كنديروا بالحاله ديال H بلس على H2، لكن يجب ان اعمل على تحويلها الى H2O على H2. هنايا يصعب، حنا ما يصعب انني نوازنها بالطريقه الاخرى. غادي تعطيني زائد 2H2، وهنا زائد جوج الالكترونات. لكن يستحسن انني ملي يكون مع H2 ولا مع O2 دائما اما نستعمل بالنسبه ل H بلس افضل. شنو غادي نكتب؟ 2H بلس زائد جوج الالكترونات غادي تعطيني H2 غاز. وباش نحولها الى الماء شنو خصني ندير؟ احماض القواعد هي 2H2- زائد هنايا وزائد هنايا 2H2- هادو مع بعضياتهم هي جوج H بلس زائد H2- زائد جوج الكترونات غادي تعطيني H2 زائد 2H2- هكا. وهذه H بلس مع H2- هي H2O صافي. غادي تعطيني هي هذه المعادلة هي جوج H2O زائد جوج الكترونات غادي تعطيني H2 زائد 2H2- هذه هي المعادلة وهذه هي المزدوجة المشاركة في هذا التحول هذا. إذا هذا هو التمرين. نجده في بصياغ أخرى، فدرت لكم من بعد التمرين ديال هذيك المعلبات أو المصبرات كيفاش في الصناعة أننا كنقوم بكسائها بطبقة من القصدير، وتشوفوا نموذج آخر لهذا النوع من التمارين.